الزيت المتعثر وقرر أن يوزعه على الفقراء، وكان ذلك قبل الاغتيال بساعات. ذلك الأعزل الوحيد القادم إلى السياسة من الحلم الوطني الجميل، وطن يليق بالإنسان اللبناني الطموح. لقد بنى رفيق الحريري للسلم الوطني جيشاً من العلماء لا نعرف أين هم، ولم يلزمهم بأي أمر سوى خدمة وطنهم وأسرهم ومناطقهم. وهذا ما كان يسعد قلب رفيق الحريري، فكان يقول: علمتهم لكي يكونوا أحراراً وليس عبيداً لي أو لغيري. يا أمهات وآباء وشقيقات وأشقاء وبنات وأبناء رفيق الحريري، عندما يصبح الصراع المسلح هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف السياسية، يكون رفيق الحريري المشروع قد قتل بعد أن اغتيل صاحب المشروع. أيها الأهل والأحباء، 33 عاماً كنا معاً فيها أسرة واحدة وأهلاً في الخلاف والوئام، ولست هنا لأذكركم بتلك السنوات، فإذا كانت قد نسيت فهذا يعني بأن لا قيمة لها وكأنها لم تكن، ولكني كلي ثقة بكن وبكم بأنكم أهل خير ومحبة وحسن جوار وأهل وفاء، ويشهد بوفائكم كل لبناني وفلسطيني. 33 عاما كانت الغاية منها أن نرى أبناءنا يعيشون بسلام، وأن تفتح لهم أبواب المستقبل الآمن والمزدهر. إن رفيق الحريري أراد حقاً أن يرى أبناء وطنه أكثر علماً منه وأكثر قدرة ونجاحاً، وإن أي عودة إلى الوراء خارج استقرارنا وسلمنا الأهلي وأمننا إنما هو تدمير للطرقات التي فتحت والبيوت التي أعيد إعمارها والمدارس التي بنيت والتعويضات التي دفعها الشعب اللبناني لكل أخ متضرر أو مهجر. مسيرة طويلة وطويلة ومضنية كانت مليئة بالخصومة والأعداء ممن لا يريدون للبنان أن يشفى ويتقدم. أو ليس هذا العنف والأزمات والفتن أشد على نفوسنا وأخطر على وجودنا من أيام الاحتلال، أيام كان الكل يدا واحدة وقلبا واحدا وبيتا واحدا؟ أوليس عارا علينا أن نتوق لأيام الاحتلال حتى نعود أسرة واحدة مع الأسف والمرارة؟ أيها الأهل، إن الزلزال الذي يهدد مدينتنا ومنطقتنا والذي حاولنا بكل ما نستطيع أن نتفاداه ونمنع وقوعه، وأنتم تعرفون ما كنا نقوم به، وكنا نعتبر أن مسؤوليتنا عن صيدا واستقرارها فوق خصوماتنا وخلافاتنا، وإنها أمور سياسية غايتها تحقيق الأفضل لصيدا وأهلها وسكانها. ولكن عندما تسال الدماء الزكية ونعود إلى أيام كنا نشيع شبابنا بدل أن نحتفل بأعراسهم، وساحاتنا ومدافننا تضج بالشباب الذين دفعوا حياتهم لنزاعات سياسية لم تقدم إلا القتل والخراب والدمار، إنني أتوجه لكم عموماً وبدون استثناء. من يستطيب هذا المشهد هو كمن يشارك في القتل، وأنني أعرف ما تشعرون به من مرارة، والذين جعلوكم في هذا الحال يعرفون أكثر منكم مرارة الغبن، ويعرفون أن استهدافكم بهذا الشكل لن ينتج إلا الغضب والحقد. إنهم يعرفون بأن سلامتكم وسلامة اللبنانيين عموماً ليس أمراً ضرورياً، وأن عليكم أن تثقوا بحكومة الاستقرار. وأنني أؤكد لكم إن ما يعيشه اللبنانيون عموماً من عنف وأزمات تراه الحكومة استقراراً عن قناعة، وما يصدر عن أركانها حين ينصحوننا بحكمتهم وبأنه هذا هو الاستقرار إنما يتهمون حلفاءهم بما هو أعظم، أي أن نرضى بما حصلنا عليه من أكل وشرب يكفي وإلا. صدقوني أنهم بهذه العبارات لا ينصحوننا بل يهددوننا،
وعليكم جميعا أن تعلقوا صورهم في بيوتكم لأنهم أعطوكم هذا الاستقرار، من عكار إلى طرابلس إلى صيدا إلى وسام إلى صيدا. شكرا لدولة الرئيس نجيب ميقاتي، ولست بحاجة يا دولة الرئيس لكي يدافع عنك أحد، فهذا الاستقرار الذي قدمته إلى اللبنانيين كفيل بأن يجيب على كل اتهام، وأنا لا أتمنى لك إلا السلامة، ولا أدعوك للاستقالة، إلا أن ما وصلنا إليه في لبنان اليوم هو نتيجة طبيعية يعرفها اللبنانيون جميعاً، وإلى ماذا يؤدي القهر والعزل والغلبة. وكنت أتمنى يومها أن لا تكون جزءاً من تلك التجربة السوداء من حياتنا الوطنية، وتبقى التجربة سياسية إذا كانت سياسية، وهذا من حقك السياسي. أما الدماء يا دولة الرئيس نجيب ميقاتي فهذا ليس ثوبك ولا ثوب أسرتك ولا يرضي والديك رحمهم الله، وأنت تعرف أن الحج يسقط كل الذنوب إلا الدماء، وما من ضامن لك إلا أداؤك وإيمانك بالله عز وجل، فهو الضامن وهو القادر. ومع راحة الضمير وطاعة الله عز وجل، ماذا حققت الوعود والضمانات لرفيق الحريري؟ يا دولة الرئيس، إنما أنت عليه الآن موجع لأهلك أكثر من اغتيال رفيق الحريري. وأتوجه إلى قيادة الجيش الوطني، قيادة الأمن الداخلي، وقيادات القوى الأمنية والقضائية، لأقول إياكم والظلم، إياكم والانحياز، إياكم الاستهتار بغضب الناس، كل الناس وكرامتهم وحقوقهم. إياكم أن تتركوا أمراً هو في صلب رسالتكم الوطنية كي لا تضيع هذه المؤسسات بعد أن أضعنا ما أضعناه. وأنني أتوجه من الإخوة الفلسطينيين لأقول لهم إن صيدا التي أحبتكم وأحببتموها هي الآن أحوج ما تكون إلى وفائكم وحكمتكم وحرصكم على أمنها واستقرارها. أيها الأهل والأحباء، إنها لحظة حزينة ومؤلمة، والاستغلال السياسي لها حرام حرام حرام، ولا أسمح لنفسي بالبيع أو الشراء. لا نريد لقطرة دم واحدة أن تكون سبباً في مكسب سياسي، ولن نبيح قتل النفس التي حرم الله قتلها. فإذا كنتم تريدون الخروج مما نحن عليه بالعدل والحق وبالدولة القادرة والحاضنة، فسنكون معاً. وإذا كان خياركم الحرب والاقتتال، فأنني أستحلفكم بالله أن ترجعوا عن هذا الخيار، كما أناشد الأمهات الخائفات على أولادهن وعلى سلامتهم ومستقبلهم وعامهم الدراسي الآمن، ويرون في الدولة اللبنانية خيارا نهائيا دون سواه في صيدا وفي كل لبنان، إذا كانوا من محبي لبنان، أن يرفعوا علم لبنان على شرفات منازلهم في 21 تشرين الثاني يوم العلم اللبناني.